الموجز الاقتصادي، اهلا بكم. سجلت اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي انخفاضا طفيفا ملحوظا، وبحسب الاسعار المعلنه فقد سجلت اسعار الشراء 148 الف دينار مقابل 100 دولار امريكي، بينما كانت اسعار البيع 147 الف دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الصرف في مناطق شمال العراق 149 الف دينار مقابل 100 دولار، وارتفاعا طفيفا عند 149,250 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي في مناطق جنوبي العراق. أعلنت شركة تسويق النفط سومو التزام العراق بمقررات منظمة أوبك الخاصة بزيادة الإنتاج النفطي. وقالت الشركة أن الزيادة التي فرضتها أوبك هذه لا يمكن أن تؤثر على المخزون الاستراتيجي للنفط. أضافت الشركة أن زيادة الصادرات العراق تتناسب بصورة طردية مع ارتفاع مستويات الإنتاج المخطط لها ضمن اتفاقية أوبك والدول المؤتلفة معها، مبينة أن كمية النفط المصدر لشهر تموز بلغ أكثر من 102 مليون برميل بإجمالي عائدات بلغ ما يزيد على 10 مليارات دولار أمريكي. أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعديلا على النظام المعمول به في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وقررت المصلحة عدم منح الرقم التعريفي لاستيراد السلع للمستوردين إلا بموافقة وزارة الصناعة في قرار يعني عدم السماح باستيراد السلع إلا بموافقة وزارة الصناعة حتى يتم التأكد من أن المنتج المطلوب استيراده ليس له بديل محلي، ومع تفاقم الضغوط على الحكومة في مصر لتوفير العملات الأجنبية التي تغولت قيمتها على قيمة العملة المحلية، وخاصة الدولار الذي بلغ في البنوك الحكومية نحو 19 جنيها و13 قرشا ووصل لأكثر من 20 جنيها و50 قرشا بالسوق الموازية، مما اضطرت لاتخاذ قرارات لتقليل عمليات الاستيراد وتعزيز رصيدها من العملة الصعبة ووقف تدهور الجنيه المصري. كشفت دراسة حديثة أجرتها منصة جلوبال سيتيزن المعنية بقضايا المناخ ومواجهة الفقر أن 40% من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا مهددة بالانقراض نتيجة التغيرات المناخية. وحسب الدراسة يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على ملوحة التربة ويؤثر كذلك على الآفات والأمراض، وأن العديد من النباتات غير قادرة على التكيف مع هذا الوضع وقد تختفي قريبا. أشارت الدراسة لأن الأهم من ذلك كله أن المجتمعات منخفضة الدخل التي تعتمد على الزراعة سوف تتحمل العبء الأكبر لهذه المشكلة وستواجه حالة من الفقر الكبير. تراجعت أسعار النفط على خلفية بيانات اقتصادية قاتمة من الصين أكبر مشتر للخام في ظل مخاوف من ركود عالمي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 94 دولارا و27 سنتا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لتصل إلى 88 دولارا و89 سنتا للبرميل. هذا وكان البنك المركزي الصيني قد خفض أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب مع تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع وغير ملحوظ في تموز مع تقلص نشاط المصانع، كما تأثرت الأسعار المدفوعة بأمال إحياء الاتفاق النووي الإيراني ودخول المزيد من النفط الإيراني إلى الأسواق. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.